اسمه مشرط؟ ايوه، واحد معاه نداله بالاسم ده. ده اخطر لص اثار في مصر. بقول لك ايه يا بكار، بلاش نعمل الخطه دي، احنا نجوم محامي شبلي وندعي انه يطلع براءه. لا انا مش هخاف، وهنكمل خطتنا. ربنا يستر يا بكار. انا باذن الله هعمل تمثال زي اللي في الصوره بالظبط. شبلي قال لي اني موهوب زيه، وان شاء الله هيخرج بالسلام. وبعدين بقى يلا يا بكار، احنا مش فاضيين لك، عاوزين نلعب بقى. قال انت صحيح، بقالك فتره مش بتلعب معانا ليه يا بكار؟ معلش بعمل حاجه مهمه قوي. ايه هي الحاجه دي؟ ها، ايه رايكم؟ يعني مش شبهه؟ لا مش شبه الصوره خالص. وبعدين التمثال ده لازم يكون شبه اللي في الصوره بالظبط. دي مسابقة يا بكار دي ولا ايه؟ لا، براءة شبلي ابن عمي متوقفة على التمثال ده. مش فاهم ازاي؟ هفهمكوا. انا عايز اصيبي. هتفضلوا طول عمركم اغبياء. هو علشان كل واحد ياخد، هو الواد اتاخر كده ليه؟ لازم اولا تبقى الله، ده كان بيخلص التماثيل اسرع من كده. التمثال ده صعب برضك، اديله وقت. قلبي مش بيطمني يا معلم المره دي، موضوع ابوه ده قلقني. احنا لينا التمثال يخلص وخلاص، يبعته مع ابوه، يبعته مع الجن الازرق، مش مهم. المهم يعمل التمثال زي الاصل تماما، والا مشرط ما بيهزرش. اللي انت بتعمله ده خطر يا بكار، انت عارف مشرط ده مجرم خطير جدا. هو ايه ده؟ هو مفيش مجرم في الدنيا غير اللي اسمه مشرط ده، كل مصيبه يطلع هو اللي وراها. سلام بقى. نصيحة مني يا بكار، عاوز تنحت كويس، شوف بصوابعك. صوابع النحات دي لازم تبقى حساسة جدا، هي اللي بتشتغل وبتحس بتفاصيل التمثال، هي اللي بتحول الطين والحجر لقطعة فنية. فلو عاوز تنحت صح، خلي صوابعك هي اللي تشوف مش عينيك.